الدنيا والله مش مستاهله انك تخاصم اخوك. الدنيا لا تساوي انك تخاصم اختك. الدنيا لا تساوي انك ترفع صوتك على والديك. الدنيا لا تساوي انك تعق والديك حتى لو بعد وفاته. الدنيا لا تساوي انك تقاطع ابن عمك. ابن عمك يا الله بيحكوا لي كنت في ليله في سوهاج بيقول لك تاجلت الليله يا عم الشيخ واتصلوا علي بنعتذر. الليله تاجلت حصلت مصيبه في البلد قتل 4 واصيب 9. ليه يا عم؟ قال لك ولد عمنا مع بعض. ود عمك انا وابن عمي مش على الغريب. انا وابن عمي بن سعد الغريب ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي احنا علمنا كده. الدنيا لا تساوي قطيعة الرحم. الدنيا لا تساوي دمعة على خد اختك. اختك ينكسر ضلعي ولا ينكسر خاطر اختي. يا الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الدنيا لا تساوي انك تعصي ربنا بتركك للصلاة. الدنيا لا تساوي انك تقطع رحمك. ابوك امك اخوك اختك عمك عمتك خالة خالتك. فين فين الان الان قطيعة الرحم التي تعلقت بساق عرش الرحمن. يا رب انا في مقام العائذ بك من القطيعة. قال لها وعزتي وجلالي لأقطعن من قطعك ولأصلن من وصلك. صلة الرحم مش انك انت تروح لأختك واختك تجيلك. مش انك انت تروح لأبوك وابوك يجيلك. مش انك انت تروح لعمتك خالك وهم يجولك. صلة الرحم التي اخبر عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام ان تصل من قطعك. طهروا قلوبكم الليلة ارجعوا الى صلة الارحام الليلة ارجعوا الى الله لعلها يا اخوان تكون اخر ليلة فليلتان. ليلة مع اهلك واولادك مع جيرانك مع احبابك جالس مع الناس انت شايفك وانت شايف الليلة الجاية انت ضامن تكون فين؟ في القبر هناك في القبر هناك هناك. رجل قاطع اخته 15 عاما بسبب زوجته. وانا هنا مش بقصه على الزوجات اقسم بالله العظيم. في خطبة خطبتها قريبا واذيعت على الفضائيات وعلى النت عتبوني واتصلوا بي هاتفيا وقالوا لي يا مولانا انت قلت ان النساء خلقنا من ضلع اعوج. ايوه هو اعوج وهيقعد اعوج. هي الحكمة من خلق النساء من ضلع اعوج كي تحنوا على وليدها كي تحنوا على زوجها. هي فيها الحنان وفيها الحب. ولولا الزوجة الزوجة هي زوجتي وهي امي وهي اختي وهي ابنتي. خلقت من ضلع اعوج للحنان. ولكن كثير من النساء عايزة تعمر بيتي على حساب مين؟ على حساب خوات جوزي وعلى حساب ابو جوزي وعلى حساب ام جوزي. وهو يروح في 60 داهية يروح. انا ما بعممش انا بتكلم حاجات خاصة حاصلة في بيوت المسلمين. قاطع اخته 15 سنة. وهنا الصحبة الصالحة بيكون لها دور. قاعد في يوم 27 رمضان بعد صلاة المغرب مع اصحابه. انظر المرأة على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. شوف انت مصاحب مين. شوف انت اللي مصاحبه ده لما يأذن الاذان يقول لك قم بنا نصلي. ولا لما يأذن الاذان يقول لك اقعد شوية. شوف انت اللي مصاحبه ده بتاع المقاهي ولا بتاع بيوت الله. شوف انت اللي مصاحبه ده ما انت هتكون معاه. يحشر المرء مع من احب. نحبك يا رسول الله. شوف وراجع حساباتك. الايام قليلين. عسى ان يختم على ورقتك الليلة. ورقة دخولك القبر منتظرة ختم بسيط. 15 سنة هو مقطع اخته. يوم 27 رمضان بعد صلاة المغرب اصدقائه اللي قاعدين معاه بيقولوا له اما انا الاوان ان ترجع الى الله. قال انا مع الله. الله في قلبي. تلاقيه بيعصي الله وما بيصليش ويقول لك الدين في القلب والالتزام في القلب. قلبي مين؟
يعني سيدنا النبي ما كانش بيصلي بيقول القلب ابيض؟ طب انت فتحت قلبك وشفت ابيض ولا اسود؟ والله ما دام عاصي لله قلبك اسود من السواد، ما دام تمشي بين الناس بالحقد والكره والنميمه وما ننقضي ارحام قلبك اسود من السواد. يقول لك يا مولانا اهم حاجه دي، اهم حاجه اللي في الحته الشمال. طب انت كشفت عليه، انت شفته ابيض ولا اسود؟ اسمع، بعد ان تصلوا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له اما انا لك ان ترجع الى الله. قالوا ما انا مع الله. قالوا له ينفع 15 رمضان يعدوا عليك وانت قاضي اختك يا مسكين؟ يلا هتلاقيها بعلاقة عيش. اي والله، وكمان ما لديتش عليه، كمان يقعد هو ومراته مش كفاية موديين لهم يا عم انت مودي لها من جيبك؟ ده حقها زي ما هو حقك، انت هتمن عليه؟ لا لا، 15 سنة وتقول قاعد مع الله. طيب اختك؟ قال انا هروح الا لدي اصالح اختي، هطلع من من صلاة القيام، من صلاة التراويح هروح لاختي. ماشي، بس ان كنت هتروح عشان خاطر نحن ما تروحش. قال لا، انا اروح عشان خاطر الله، مرضات الله. اختي ينكسر ضلعي ولا ينكسر خاطر اختي؟ تخيل، صلى التراويح خبط على باب اخته 15 سنة ما شافهاش، 15 سنة مقضيحة، 15 سنة ومراته تقول له وعياله يقولوا له اوعى تروح اوعى تيجي، كل ما تيجي اخته مكسورة الجناح يا عيني، هي اللي تيجي وهو اللي يطردها. 15 سنة خبط عليها، بعد 15 سنة هتطرده زي ما طردها؟ هتهينه زي ما اهانها؟ هتقول له بعيد عني زي ما قال لها بعيد عني؟ فاذا تفتح الباب تلقى اخوها، والله العظيم تفتح دراعات وتقول له تعال في حضني يا اخوي يا ود امي وابوي. اسمع، بكت وهو بكى، انا جاي لك لله وسامحيني مسامحاك، ما دام انت جيت وجبرت بخاطري. شوف الاخت، الاخت عايزه جبران خواطر، الاخت عايزه كلمتين حلوين، صله الرحم، ان تصل من قطعك، ان تصل من قطعك. قعد في الصالون او الانتريه او المنظره زي ما بنقول احنا هنا في الصعيد. قالت له يا اخوي اعمل لك كوبايه شاي، فطرت ولا ما فطرتش؟ كلت ولا ما كلتش؟ شوف الحنان، اعمل لك كوبايه شاي. راحت تجيب الشاي، طلعت بكوبايه الشاي، لقيته حاطط ايده على خده ومغمض عينيه. اصحى يا اخوي انا جبت لك الشاي. شوف هو رايح في طاعه الله، رايح يصل الرحم. مين يصحى ومين يقوم؟ صاحب الامانه خد امانته. انا لله وانا اليه راجعون. يا اخوي فين اخوك؟ اخوك مات على ضاعه، اخوك مات على صله رحم. اقسم بالله العظيم، في بلد من البلاد ذهبت للعزاء، والله ذهبت للعزاء في رجل قد بلغ 70 من العمر. قالوا لي يا مولانا ما تدخل على اخوه عنده 72 سنة تقول له تعال اقعد في جنازة اخوك قعاد بس. يا مولانا ليهم 40 سنة متخصمين، 40 سنة متخصمين، مرضيش يطلع وراه، مرضيش يصالحوا بعض، مرضيش يكلموا بعض. طب مات، روح القى عليه نظرة الوداع. لا. طب غسل اخوك؟ لا. كفن اخوك؟ لا. صلى على اخوك؟ لا. ادفن اخوك؟ لا. لا والله الذي لا اله الا هو. بعد ايام قلائل ياتي خبر الاخ الثاني مات، اللي عنده 72 سنة. اثنين ماتوا وهم كارهين بعض، اثنين ماتوا وهم على غير طاعة لله. والله الدنيا لا تساوي شيء، الدنيا لا تساوي شيء. علينا الليلة ان نطهر قلوبنا من الاحقاد، ان نطهر قلوبنا من الكره. يا اخوي اصحى اشرب الشاي، مين يرد ومين يقول؟ صاحب الامانة خد امنته، انا لله وانا اليه راجعون.